الليمون هو ثمرة من شجرة الليمون. الليمون هو ثمرة من شجرة الليمون. الحمضيات شجرة الليمون يا أخي تنبت في البلد اللي دائما سخون. الجلسة تاع القارص صفرة من البرة وبيضة من الداخل وهي خشنة. عندما نعصر جزء من الليمون يخرج لك عصير مذاقه يلسع اللسان. الليمون عصير غني بالعصائر والفيتامين سي. عود لي بالدلجة. القارص ايه عنوان زين. القارص القارص حسيتي تاع السمارة اروح. القارص هو ثمرة من شجرة تاع القارص. الحمضيات شجرة تاع القارص يا أخي تنوض في البلدة اللي دائما سخونة. القشرة تاع القارص خشينة شغل متينة وصفرة من البرة وبيضة من الداخل. وكي تعصر جزء شقول شوى من شقول كي تعصر الدقداقة من الليمون يخرج لك هذا العصير يعيش قول كأنه يدق لك لسانك كأنه يدقك ياخي. والقارص غني مترفه بالعصائر بالجي مليء بالناموس بالعصائر والفيتامين سي. صح ليه قلت ناموس ما دخلهاش انايا الناموس واش دخلها برك الناموس باكش دخلها قال العصير تاعو كانه ناموس شغل غني بالناموس زعما الناموس يدق يلسع زعما شغل العصير تاعو شغل يبالي تاع ناموس راه حتى اللون الاصفر يجبد الناموس هيا معليش روح غرينا دوكا نعم بالعربيه دوكا. الليمون هو ثمره من شجره الليمون. الحمضيات هم أشجار ينمون في بلاد التي تكون دائما حارة. قشرة الليمون سميكة وهي صفراء من الخارج وبيضاء من الداخل. عندما تضغط جزءا من الليمون فإنه يخرج لك عصيرا معطرا هذا العصير يلسع اللسان. الليمون هو عصير غني بالعصائر وغني بالفيتامين سي. جيد عاود اقراها لي بصوت مرتفع اخر مره. الليمون هو ثمرة من شجرة الليمون. الحمضيات هم أشجار ينمون في بلاد التي تكون دائما حارة. قشرة الليمون سميكة وهي صفراء من الخارج وبيضاء من الداخل.
عندما تضغط جزءا على عندما تضغط تضغط على جزء من الليمون فإنه يخرج لك عصيرا معطرا. هذا العصير يلسع اللسان. الليمون هو عصير غني بالعصائر وغني بالفيتامين سي. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك.